دلوقتي احنا هنلعب لعبة فورت نايت، بس اعمل لهم لايك دلوقتي، اشترك في القناة. بس احنا دلوقتي نلعب. يا جدعان امشي يا عم امشي، هفنشك ولا هفنشك ولا هاي. جمع شوية موارد بس والله نجيبك يا عيال. ماشي عم اروح هنا. نزلت من الفيديو بس العيال كلهم بعدين نزلوا. ايه يا جدعان دي فورت نايت ولا انا بتخيل؟ ايه يا جدعان شباب، لو انتم عاوزين تشتركوا في القناة بتمنى منكم تشتركوا في القناة. اللي عاوز يعمل لايك يعمل لايك دلوقتي. عشان تنورونا بقى. الله يرسي كنا يروح فيه. الحمد لله نزل موجود. حلوين يعني مش قوي. ايه شكله تشيس والفؤاد كمان. ما كنت شايف واحد تاني يا عم، ما كنت شايف واحد تاني. اما اروح حاجة عامل قنبلة دي. ايه ده شوية ميتك ده، انا جبت الميتك بس كان في ميتك تاني والله كنت عاوز اجيبه. بس كويس انا معايا واحد غير. هجمع شوية موارد بس والله انا عاوز اجمع كتير جدا عشان بس والله كنت مجمع فستين. بس والله ولا جابني عندهم تمثال قش يجي كمال. محد يعمل كده. ايه يا عم ده يا راجل؟ ايه ده خسرت والله. محد يعمل ده. شكلي كان في واحد موجود هنا
والله يهمل. الزون ضي الزون هي سلاح عشان ما فيش أي حد. جيب بسرعة والله، لو لقيت راجل كنت هشيله وكنت هرميه في المية. ده انا شلت واحد فقمت ارميه زي العسل. ما ينفعش ارمي هنا؟ ينفع ارمي سلاح. ابني يا زلمة حد يجيبني. يا كباتن عاملين ايه؟ يا كباتن طب كفرجيكك. انا بقول ده اسكت يلا. ماشي. اوه في شويه حديد هنا. اوه اكون في واحد جاي. المكان خالي. خالي كله. كنت ناقص من مسافة عالية وكده نروح فيها. بس والله شفت القرش في فورتنايت يا بابا. والله كنت لازم والله.
اللي كان بيأمن المكان ده، انا جبت واحد. باي باي يا جدعان.